هل او يعني من كثير الانتقادات اللي بيتعرض لها الاتحاد الافريقي لكره القدم ان مواعيد بطولاته ومبارياته ما بتبقاش معلنه بوقت كافي للانديه والدوريات في القاره الافريقيه، ويسبب ازمات في الدوريات الافريقيه. الدوري المصري مثلا يعاني كثيرا من عدم وضوح الرؤيه بالنسبه لمسابقات الاتحاد الافريقي لكره القدم. للأسف هو ده اللي بيتقال دايما، ولكن احنا دايما بنسعى لان احنا نحقق الراحة لجميع المنتخبات وجميع الأندية. هو بيتقال كده دايما، بس هل تعترف انه واقع ام انه غير واقعي؟ هل الاتحاد الافريقي عنده مشاكل في اعلان مواعيده بالفعل ام لا؟ لا، يعني انا مش شايف ان احنا عندنا مشكله في التوقيت يعني، ولكن من وجهه نظري ان المباريات لازم دايما تبقى مترتبه بشكل واضح، ولكن الناس مش شايفه ده، الناس شايفه التاخير بس، لكن احنا بنواجه صعوبات في الترتيب ان احنا نحاول نأدي بشكل كويس لجميع المنتخبات.